والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، من منه انشقت الأسرار وانطلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل بتوفيق الله مستعينين به سبحانه وتعالى ومستفتحين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هو خزائن العلوم الاصطفائية صلى الله عليه وسلم. وما تكلم متكلم ولا تعلم متعلم ولا أشرقت أنوار في قلب عابد إلا وهي رشحات من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية في الحكمة بعد الأربعين، قال، ركز معايا بقى شوية، كل ما بنغمق في الكتاب بتبقى الأمور إيه أعمق شوية، فلازم تهدى معانا بقى شوية. بيقول شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. ده نص الحكم، نقولها تاني، شتان أي بعد، شتان ما بين كذا أي بعد ما بين، تقول شتان ما بين المشرق والمغرب أي ما بعد، فكلمة شتان هي يعني بعد. شتان بين من يستدل به أي شتان بين حال من يستدل بالله على الأكوان، شتان من يستدل به أو يستدل عليه. والنوع الثاني اللي هو بعيد بينهم، يستدل بالأكوان على الله، شتان بينهما. الفريق الأول يستدل بالله على الأكوان لأن الله أظهر من الأكوان، فكيف تكون الأكوان التي هي أصلها عدم والتي هي مفتقرة إلى واجدها تكون هي الدالة عليه؟ هذا لأهل الشهود، فأهل الشهود عرفوا الله بالله فاستدلوا على الله بالله. شتان بين من يستدل به أي يستدل به عليه سبحانه أو يستدل عليه. والنوع الثاني اللي هو يستدل بالبرهان والأكوان على وجود المكون، يستدل بالعالم على كونه علامة على صانعه، ولم يسمى العالم عالم إلا لكونه علامة على من صنعه، فسمي عالم لكونه علامة على الصانع سبحانه. فأناس عرفوا الله بالنظر في العوالم فقالوا أنه يستحيل أن توجد هذه العوالم المفتقرة في ذاتها بنفسها، فلا بد أن يكون هناك واجد لها، فاستدلوا على الله بالأكوان. هذا نوع، دول أهل الحجاب. أما النوع الأول الذين استدلوا على الله بالله، دول أهل المشاهدة والعيان. يبقى في ناس تستدل على الله بالله، كما سئل سيدنا علي بن أبي طالب كيف عرفت ربك، قال عرفت ربي بربي،
ولولا ربي ما عرفت ربي، فاستدل على الله بالله، فكان من أهل الشهود ده سيدنا علي. وغيره قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل هذا على ذات العليم الخبير؟ فالثاني من أهل الحجاب استدل بالأكوان على الله فوصل، والأول استدل بالله على الله فشهد، فأهل شهود وأهل دليل وبرهان. فالناس مع الله صنفان: أهل شهود وهم الذين استدلوا على الله بالله، لأنه كيف يستدل عليه بما هو مفتقر إليه؟ أيكون غيره أظهر منه ليدل عليه؟ مستبعد، بل لم تظهر الأكوان إلا بإظهار الله لها وبظهور نور الله فيها. ولو انقطع مدد الأنوار من الواجد لصار الكون كله ظلمة وعدم كما كان، فكيف تستدل بالظلمة على النور؟ يبقى ده عيب. ولكن هذا هو التيمم لمن فقد الماء، فمن وجد الماء لا يبحث عن التراب، فمن استدل بالله على الله لا ينظر في الأكوان، لأنه خلاص ظهر له كل شيء، فصار الأمر عيانا. أما من فقد الماء ليس أمامه إلا الصعيد التراب وهو الدليل، وإن كان الدليل أضعف من المستدل عليه، لأنه هو الذي خلق الدليل، فكيف يكون المخلوق أقوى من الخالق فيدل عليه؟ ولكن هذه لعاعة تألف الله بها قلوب العباد السالكين ليصلوا إليه، فإذا وصلوا إليه مكنهم من مقام الشهود فاستدلوا به عليه. بعد ذلك شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله، أي المستدل بالله أعطى كل ذي حق حقه، فالله هو الموجود واجب الوجود ولا موجود سواه، فكل وجود سوى الله مفتقر إلى واجده، كل وجود سوى الله مفتقر للواجب. ولذا الله هو الوحيد واجب الوجود، أي الذي يستحيل أن يكون عدم عقلا، واجب الوجود هو الذي يستحيل عقلا أن يكون غير موجود، كويس، أو هو الواجب الوجود لذاته، أي الموجود بغير موجد له، مستغن عما سواه. فالله سبحانه وتعالى هو الموجود بحق، فمن استدل بالله على الله أعطى كل ذي حق حقه، استدل بواجب الوجود على واجب الوجود. أما المستدل بالدليل فاستدل بموجود واجب لغيره على الواجب لذاته، واضح، فاستدل بالأضعف على الأقوى. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق العقول متفاوتة، عقول عندها قوة الأنوار فتواجه الأنوار وتتحملها، وهم أهل الشهود والعيان على رأسهم الأنبياء والرسل ثم الأولياء والصديقين، وعقول لا تستطيع أن تستدل بالأنوار لقوة الأنوار عليها، فخلق لها الدليل كلعاعة يتألفهم به حتى يصلوا إليه ويتحملوا هذا، واضح. المستدل به عرف الحق لأهله، فأثبت الأمر من وجود أصله، فالله هو أصل الوجود، فإذا كان هو أصل الوجود فيبقى هو الموجود بحق، فكيف أستدل بالعدم على الموجود؟ واضح، فاستدليت بالوجود على الموجود، والوجود الحقيقي هو الله. فهمت المسألة؟
فأثبت الأمر من وجود أصل وجوده سبحانه، فأثبت الأمر من وجود أصله والاستدلال عليه. دول بقى النوع الثاني اللي هم زي حالتنا، اللي هم أهل الدليل والحجاب. لعدم قدرة العقول والقلوب على مواجهة الأنوار الأصلية، لأن أحيانا إذا واجهتها دون أن تتحمل ربما ينجذب العقل فلا يتحمل فيسموه مكذوب أو يسموه مجتبى. يقول لك الراجل ده ربنا كشف له حاجة مش متحملها، من يوميها بقى ماشي مجنون. انجذب لما؟ لأنه لا يتحمل الأنوار، لم يتحملها، ولكن جعله الله آية للعباد حتى تطمئن لوجودك في الحجاب ولا تتمنى رفع الحجاب مخافة أن تصاب في اللباب. فجعلوا آية لي حتى لا تتمنى أن يكشف لك ما حجب عنك، لأن ربما لو كشف لك ما حجب عنك وأنت لست أهلا لهذا تصاب بلوثة، فلا تنتفع بنفسك ولا أهلك ينتفعون بك، لأن المجاذيب دول لا يقتدى بهم، بيبقوا أهل أحوال بقى خلاص لا يقتدى بهم، ولكن نسلم لهم بالولاية لكن لا يقتدى بهم، ما لهمش قيمة في الاقتداء ولا التوصيل، ليس عندهم قدرة على أن يوصلوك إلى الله. خلاص هو وصل بغير جهد ولا مكابدة فلا يستطيع أن يدلك على الطريق لأنه لم يسير في الطريق. الله رفعه من عين الجهل إلى عين المعرفة في لحظة، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالاجتباء، أهل الاجتباء دي نوع، ولكن جعلهم الله لكي تتصبر بهم على وجودك في الحجاب فتتحمل مرارة الحجاب، لأن الحجاب مر. فإذا نظرت لأحوال هؤلاء الناس تتحمل مرارة الدواء وهو الحجاب، فالحجاب جعله الله دواء لمن لا يتحمل ظهور الله سبحانه وتعالى في الأكوان. والاستدلال عليه، اللي هم أهل الحجاب اللي بيحتاجوا للدليل بقى، يقول لك اثبت لي ربنا موجود، تقوم تقول له إن الحركة تدل على المحرك. لما تشوف كده طلقة داخلة من هنا من الجامع كده ومن الشباك ده، تعرف إن في واحد ماسك مسدس بره وأطلق، ولا هي جات لوحدها؟ لقينا طوبة سقطت علينا من فوق هنا، يبقى في واحد أسقط، ما جاتش لوحدها، ده العقل بيقول كده. يبقى الحركة تدل على المحرك والفعل يدل على الفاعل، وأنت وغيرك لم يدعي أنه أوجد نفسه، وكل موجود لابد له من واجد، هذا هو الدليل على وجود الله. فطالما أنت موجود وكل موجود لابد له من واجد، ولم تدعي أنت ولا أبيك أنه أوجد نفسه أو أوجدك، دل على أن هناك واجد للأكوان وأنت جزء من هذه الأكوان، هذا هو الدليل العقلي. والاستدلال عليه ليه؟ من عدم الوصول إليه. لأن أنت، هديك مثال، لو أبوك كان مسافر وبعدين دخل الشقة وانت مش موجود وخرج تاني، تيجي تلاقي بدلته متعلقة، تعرف انه جه وخرج صح ولا لا؟ مع انك ما شفتوش، انت شفت بدلته اللي كان لابسها وهو خارج، وجه علقها وخرج تاني، فتحت انت الشقة ما فيش حد لكن لقيت بدلته متعلقة، تعرف على طول انه جه وخرج. فهمت؟ تقوم تجيب اخوك الصغير تقول له ده ابوك جه، يقول لك ازاي ده مش موجود، تقول له مش البدله اهي، مش كان لابس البدله دي يا ابني، وبعدين جت اتعلقت هتيجي لوحدها، اكيد هو جه وعلقها ونزل في مشوار وجاي تاني، يقوم يطمئن ويصدق. فهمت المساله؟ لكن لو فتحت باب الاوضه لقيت ابوك جوه، محتاج تدلل لاخوك على ان ابوك جوه؟ هتقول له بص اسم هيشوفه يسكت. فهمت المسألة؟
فأهل الدليل استدلوا لغياب المستدل به لوجود الحجاب بينهم وبينه. فهمت ازاي؟ احتاجوا للدليل لوجود الحجاب، احتاج الدليل. انما اهل الشهود والعيال مش محتاج الدليل. زي اما تشوف ابوك قدامك حد يتدلل وتقول له اثبت لي انك قدامي، معقوله دي؟ هيقول لك ليه يا ابني انت اتجننت، ما انا قدامك اهو. فيبقى لما يبقى ظاهر امامك ما تحتاجش الدليل. فاهل الشهود والعيان لا يحتاجون الى دليل، واضح؟ بل ما امامهم هو عين الدليل اللي يسموه حق اليقين. فالناس ايمانهم بالله بين علم يقين وحق يقين، كويس؟ حق يقين. اما عين اليقين فده متعلق بايه؟ بالملكوت وبعض متعلقات القدرة، لكن هي علم يقين يندرج يتدرج الى حق يقين على طول. علم اليقين اللي هو بناء على الدليل، الدليل وصلني الدليل العقلي ان في اله، فده يسموه علم يقين. انا متيقن تماما واحلف انا ماشي كده وراكب مثلا عربية وفي جبل، وبعدين شايف ايه؟ شراع مركب، يبقى اعرف على طول ان في ميه ورا الجبل، لان مستحول المركب تبقى ماشيه في الصحراء. او ما نعرف على طول مع اني ما شفتش الميه، شفت الشراع بس، استدل على ايه؟ من الشراع على وجود الماء وانا ما شفتش الميه. فهمت المساله؟ فانت جئت الى الاكوان وجدتها موجوده بهذه الصوره البديعه، ولم يدعي احد انه اوجدها، لابد ولا احد ان هو ادعى ان هو اوجد نفسه. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. لا عملوا دي ولا عملوا دي ولا عملوا دي، بيتلمضوا ليه؟ يبقوا مجانين، يستحقوا ان هم يعاقبوا. فهمت؟ لانهم خالفوا مقتضيات العقل السليم. والاستدلال عليه اي على الله من عدم الوصول اليه، لان لو انت وصلت مش محتاج تقول دليل، زي المثال اللي قلته لك، فتحت الباب لقيت ابوك جوه، هتقول له اثبت لي انك قدامي؟ لكن لما تفتح الباب ما تلاقيهوش، لكن تلاقي هدومه تعرف انه جوه مشي. فاللي ما شافوش محتاج الدليل، محتاج الهدوم، الاماره. فهمت؟ محتاج يشوف الباب لو قدامه، طول ما شايف بدله ابوه يعرف ان ابوه كان هنا. انما لما يبقى ابوك نفسه قدامك مش محتاج تشوف بدلته، حتى لو قالعها خالص ما تفرقش معاك، ما انت بقيت في لب الحقيقه. حتى لو كان لابس جلابيه مش بس بيجامه ما تفرقش، هو موجود قدامه بشحم ولحمه. فهمت المساله؟ يبقى في غيابه استدلالك على وجوده من بدلته علم يقين. ثم بعد ذلك إذا رأيته بعينك أمامك يبقى حق يقين. فهمت المسألة؟ والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا الدليل بقى على إن الاستدلال عليه دليل على وجود الحجاب، على عدم الوصول إليه حقيقة. وإلا فمتى غاب حتى يحتاج إلى إيه؟ إلى فمتى غاب حتى يستدل عليه؟ وربنا بغيب، ربنا بيغيب وهو معكم أينما كنت، وهو أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه. هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. ظهور وبطون بغير حلول في مكان، لأن يجب أنك أنت تنفي ظرفية المكان والزمان من ذهنك إذا نسبت إلى الله، لأنه هو الذي خلق الظرف والمظروف. فلما تقول معكم أينما كنتم تبقى معية هنا مسلوبة معناها الظرف المكاني والزماني. فهمت؟ لأنه خلق الظرف والمظروف وهو خارج عن هذا النطاق. فلا تظن أنه حل في الأكوان، لأنه لو حل في الأكوان لكانت الأكوان قديمة بقدمه، وكان هناك قديم مع الله، والله هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء.
فلم يزدد أنسا بالأكوان ولا يزدد وحشة بغير أكوان، فهو كما كان عليه لا يطرأ عليه تغير، والتغير علامة الحدوث، والله خالق ليس حادث. واضح؟ كلام سهل، كلام سهل، بس المهم تتحقق بيه، تبقى راجل عاقل كده ومتحقق بيه. مش مهم تعرف تقوله، المهم تبقى عايشه، مش مهم تبلغه لغيرك، المهم يبقى متحقق في قلبك. هذا المعنى. وعشان كده واحد من اهل الدليل واهل الحجاب، عالم كبير، دخل العراق في القرن الثالث من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاهل العراق اتلموا عليه. فواحدة ست كده ماشية غلبانة، بس من اهل الشهود والعيان، ربنا من عليها بالشهود والعيان، فاستدلت على الله بالله مش بالدليل، ده من الله فضل. ربك يكشف الحجاب، لان المحجوب هو انت، الله لا يحجبه شيء لانه قاهر فوق عباده، المحجوب هو انت. ومن شدة الظهور الخفاء، فهو في كمال الظهور ولكن المحجوب انت. فهمت؟ فالست بتسأل ايه الزحمة دي، ايه الهيصة دي، دنيا مقلوبة في العراق. قالوا لها ده العالم فلان الفلاني مؤلف كتاب جايب 1000 دليل على وجود الله. فراحت قالت سبحان الله، أفي قلبه 1000 شبهة على وجود الله ليستدل عليه ب1000 دليل؟ استفهته، يعني جعلته تافه، يعني بقى عنده 1000 شبهة، فجاب قدام كل شبهة من الألف 1000 دليل، ده دليل انه محجوب ب1000 حجاب. فهمت ازاي؟ فما راحتش حتى ايه تشوف خلقته، ما يستاهلش تشوف خلقته. فايه؟ لان اهل الشهود والعيان ناس مقامهم عالي، دول اهل الحضور مع الله، قوم اختصهم الله بمحبته، وقوم جعلهم الله في خدمته، قوم جعلهم في حضرة الملوك، وقوم جعلهم في سياسة الدوائر. فيبقى واحد قاعد مع الملك يخرج يشوف اللي بيدور اللي بيسايس الدواب، يبقى إساءة أدب. فهمت ازاي؟ فهي من أهل الحضور مع الله، هتروح تشوف بقى اللي بيتعاملوا مع الدواب، ما يلقش. والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، ولكن لابد للسالك اللي هو المنيب، ما احنا قلنا والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه ايه من ينيب، يعني يسلك الطريق إلى الله، ربنا يهديه. يبقى في سلوك وفي اجتباء. يبقى الناس المؤمنين نوعين، مجتبين وسالكين إلى الله. السالك هو أهل الحجاب، السالكين هم أهل الحجاب، شغلتهم أنوار المواجهة، أنوار التوجه عن أنوار المواجهة. وأهل الاجتباء شغلتهم أنوار المواجهة عن أنوار التوجه. فأنوار التوجه اللي هي أنوار العبادة شغلتك عن أنوار المواجهة، وهي مطلوبة لتؤهلك لأنوار المواجهة، لأنها لو كشفت لك أنوار المواجهة دون أنوار التوجه لخطفت أبصار عقلك ففقدت عقلك. ولكن الله سبحانه وتعالى ينور لك أنوار التوجه تدريجيا حتى يتحملها عين قلبك، فإذا كشف لك الحجاب بعد ذلك تكون رابط الجأش والجنان، تبقى من العارفين الواصلين، مش تبقى مجذوب ومريل برياله وتقعد على باب السيده زينب، لا، تبقى بني ادم برضه محترم ملوي هدومك لكن واصل وعارف. فهمت ليه؟ لان كشف الحجاب بتدريج لطيف تحمله عقله. نمره 2 لازم. والاستدلال عليه من عدم الوصول اليه، اللي هم أهل السالكين أهل السلوك. وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه؟ ما دي غريبة أوي، أكانت الآثار تدل عليه؟
متى غبت حتى تحتاج لدليل يدل عليك، ومتى كان الدل عليك أكثر ظهورا منك وأنت الظاهر في كل شيء؟ مستحيل طبعا. وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟ متى بعد؟ أقرب إليك من حبل الوريد، هو معكم أينما كنت، يبقى أقرب إليك من حبل الوريد. وتستدل على وجوده بالجبل، تستدل على وجوده بالشمس والقمر. وعشان كده سيدنا إبراهيم جار أهل الدليل وهو من أهل الشهود والعيان. سيدنا إبراهيم كان عارف ربه، ما كانش من أهل الدليل أبدا، لكن لما راح لأهل الدليل قال لهم إيه؟ لا، الناس بتعبد الكواكب. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، على سبيل المجاراة يعني، بيقول لهم طيب أنا حجاريه، ده ربنا، يلا. هو بيجاريهم في الدليل، مش بيقول هذا ربي هو مقتنع، ده هو بيجاريهم عشان يثبت بطلان حجتهم. لأن الأنبياء في كل حال عارفون بالله، سيدنا محمد لم يشرك بالله قط قبل البعثة حتى، ده كان بيعبد ربه في غار حراء على ملة إبراهيم ولم يسجد لصنم قط، فكان عارف رب، بس كان حيران كيف يتقرب إليه، ما مراد ربه منه، كانت عنده هذه الحيرة، عايز أنا أتقرب إليك يا رب أعمل لك إيه؟ نفسه يعرف. وعشان كده قال ووجدك ضالا فهدى، أي حائرا فهداك إلى كيفية الوصول إلى الله بالشريعة، فهم؟ فسيدنا إبراهيم على سبيل المجاراة راح لعباد الكواكب عشان يقيم عليهم الحجة. فلما رأى كوكبا قال لهم أنتم بتعبدوا، قال لهم نعبد الكوكب، قال خلاص هذا رب كويس. وفضل قاعد معهم لحد ما النهار طلع، لما النهار طلع الكوكب اختفى. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال إزاي تعبدوا إله يتغير، يظهر أحيانا ويختفي أحيانا، والتغير علامة الحدوث، والحدوث علامة أنه مخلوق، أن له محدث واجب، إذا أنتم عالم تفهوا. وعشان كده استنى معاهم لحد ما إيه، ما تغير الإله فأفل واختفى وحجب. فقال لهم إزاي إله يبقى محبوب؟ الإله المحبوب يبقى مقهور، وإحنا بنعبدش إلا قاهر قهار، فهمت؟ وعلشان كده قال لهم على سبيل المجاراة. ثم بعد ذلك انتقل إلى عباد القمر، قال لهم أنتوا بتعبدوا إله القمر، شوف كبير إزاي، حاجة جميلة منور. قال لهم خلاص هذا رب، وقعد معاه لحد ما طلع النهار، لا اختفى والشمس غطت عليه. يبقى الشمس اقوى من القمر، يبقى الشمس اقوى من الهك، والاله يكون اقوى من كل الاشياء، فيبقى ده ما ينفعش. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، يبقى ده مش ربي، لان انا ربي لا يأفل، لا يقهره شيء، لا يغيب لحظه. فهدم عباده القمر. ثم توجه بعد ذلك إلى عباد الشمس، قالوا أن الشمس أقوى، إذا ظهرت الشمس غابت كل النجوم، فهي تقهر كل النجوم، فهي أظهر ما في الأكوان، فتبقى هي اللي أظهرت الأشياء، فطالما أظهرت الأشياء تبقى هي اللي خلقت الأشياء. فقال لهم خلاص. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، أكبر من اللي فات، وأكبر من الكوكب، وأكبر من الأمر في الظهور على سبيل المجاراة. قعد معهم لحد ما جاء الغروب بالليل والدنيا ليلت، الشمس اختفت. الله، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. على همته، وهي همته كان عالية بس أظهرها ليهم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بما فيها بقى من أكوان ونجوم وأبراج، مش تعبد لي نجم انت واحد وتبقى وانتبه، ده يعبد له قمر واحد، ده ثبت ان المجرات فيها مئات الاقمار، هتعبد مئات الالهة؟ فهو راح رافع همة العباد، عباد الكواكب، الى الهمة الاعلى اللي خلق كل الكواكب دي بقى. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة وما انا من المشركين، فهم؟ يبقى سيدنا ابراهيم مشي مع اهل الدليل علشان يستدل على وجود المكون،
وأقام الحجة، وربنا قال عليها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، إبراهيم آتيناها إبراهيم على قوم. فحجة الله على اللي قبل سيدنا إبراهيم إيه؟ أن التغير علامة الحدوث، والأفول علامة القهر، والله قديم قاهر، فهم؟ دي الحجة. فيستحيل أن يقهر ويستحيل أن يتغير، فكل متغير حادث، وكل مقهور معبود، يبقى إيه؟ يبقى عبد، كل مقهور عبد، وكل متغير حادث مخلوق. هي دي الحجة. يبقى أنت عرفت إن الناس ثلاث أصناف: صنف حجب بظلمة الأكوان وهم الكفار فلم يروا فيها أنوار الحق، دول الكفار محجوبين بإيه؟ بظلمة الأكوان، ده أول صنف. الصنف الثاني صنف المؤمنين، نوعين: نوع وصل إلى الله بالله وهم أهل الشهود، ونوع وصل إلى الله بالدليل وهم أهل الاستدلال. النوع الأول هم المجتبين، والنوع الثاني هم السالكين، أو النوع الأول هم المقربين، والنوع الثاني هم أصحاب اليمين. بالله بالله بالله، حدش بيوصل بناس ولا بعمل، خد بالك. العمل سبب. انت لما بتاخد الدواء بتخف بالدواء للشفاء، الشفاء من الله، الدواء سبب. كذلك العبادات سبب للوصول، ولكن الموصل هو الله، واخد بالك. فالله سبحانه وتعالى شغل اهل السلوك بالعبادات لان العبادات لها انوار، فاذا ظهرت انوار العبادات في القلوب تؤهلها لانوار المواجهة بعد ذلك بالكشف، تؤهلها طبعا. ولكن الموصل هو الله وليست العبادة، بل لو اعتمدت على العمل لحبط عملك، فيجب عليك أن تعمل ولا تنظر إلى عمل، تأخذ بالسبب ولا تعتمد على السبب، تأخذ بالسبب عبودية تعبدا لا اعتمادا عليه، واضح؟ لأن السبب حجاب برضه، احنا حجبنا بالأسباب. وأقوى سبب مين؟ سيدنا رسول الله، فهو الحجاب الأعظم صلى الله عليه وسلم، يسموه كده. أما تقرأ بعض الكتب يقول لك الحجاب الأعظم، يقصد به صلى الله عليه وسلم، هو الحجاب الأعظم لأنه أقوى سبب. فالأسباب حجاب، حجبك الله بالأسباب عن أنوار المواجهة لأنك لا تتحمل أنوار المواجهة لضعفك اللي هي الوسائط، الأسباب والوسائط والوسائل كلها حاجة واحدة، كلها معنى واحد، كل ما سوى الله ويوصل إلى الله أو يكون سبب للوصول سموه سبب، لكن الحقيقة أن الموصل هو الله. فعلمت أن العارفين بالله نوعان: نوع عرف الله بالله، ونوع استدل على الله بالدليل، كويس؟ فجاب لك الحكمة اللي بعدها علشان يبين لك الفرق بين علم الاثنين. علم العارف بالله الذي عرف الله بالله، والذي عرف الله بالدليل، ده عنده علم وده عنده علم، بس فرق كبير بقى بين علم ده وعلم ده. علم أهل الشهود واليقين وحق اليقين علمهم أوسع، يتدرجون في مقام رب زدني علما، فكل لحظة يزداد علما، واضح؟ إنما التانيين محجوبين مساكين، الباب مغلق ما دخلوش الحضرة، طول النهار برا الباب قاعدين بيمسحوا ويسيقوا البلاط. إنما التانيين قاعدين في الأرائك حيث حضرة الملك، فاللي جوه عارف كل حاجة وشايف كل حاجة، إنما اللي بره يقول آه لو اتفتح بس الباب واشوف من خرم الباب جوه بيعملوا إيه. فاللي بره علمه تخميني، واللي جوه علمه يقيني، فهمت؟ ولكن الاتنين عندهم علوم. فجاب لك الحكمة اللي بعدها بيقول لك إيه: لينفق ذو سعة من سعته، الواصلون إليه الذين في أنوار المواجهة هم الذين وسع الله عليهم في العلوم، فإذا تكلموا أنفقوا من سعة، فتكلموا بعلوم واسعة، لينفق ذو سعة من سعته، وهم إيه؟ الواصلون إليه. ومن قدر عليه رزقه، لهم أهل الحجاب اللي على قد حالهم، اللي قاعدين ورا الباب مستنيين ويتفتح،
ويمكن ما يتفتحش. دول قدر عليه رزقهم، لهم أهل السلوك، أهل العبادات والاجتهادات، اللي قاعد طول النهار يقوم في نفسه ويخالف نفسه وهوى نفسه والشيطان، وقاعد بيجاهد. دول أهل المجاهدة، دول كل جهدهم في القضاء على النفس وعلى وساوس الشياطين وعلى النفس الأمارة بالسوء وغير ذلك. فدول قدر عليهم رزقهم في المعارف. ليه؟ لأن جهدهم كله موجه إلى مكابدة الدواب والحيوانات والوحوش اللي بترعى في قلوبهم بتحول بينهم وبين ربهم. فقعد كل شوية يقتنص أسد في قلبه كان حياكله، يقتنص ذئب كان حيبهدله عبادته، يقتنص ثعلب كان بيمكر بيه ويديه في داهية. قاعد طول النهار بيصطاد بيراقب في قلبه ايه اللي بيجي فيه يشغله عن حضرة ربه. فدول ايه؟ دول اللي قدر عليهم رزقهم في العلوم، لان انفقوا جهدهم في اصطياد الافكار والاوهام التي تبعدهم عن الرحمن. وان كان الاثنين ناجين، خد بالك الاثنين ناجين، بس الناجين نوعين كبار درجات كثيرة. لينفق ذو سعة من سعته اللي هم الواصلون إليه، ومن قدر عليه رزقه اللي هم المستدلين عليه السائرون إليه. ده النوع الثاني. آخر بقى، احنا عايزين نجيب الحكم المتعلقة بعدها ورا بعض قاعدة واحدة، علشان انا كمان ما اعودش كل مرة اقول مقدمة نص ساعة، فكمان ايه الرحمة كويس. فهنقول الحكمة ايه دي كمان، علشان ايه اللي جاية بقى موضوع جديد. بيقول اهتدى الراحلون اليه بانوار التوجه. يبقى اهل الدليل بالله اللي هم عرفوا الله بالله، عرفوا الله بانوار ايه؟ بأنوار المواجهة. إنما العابدين والسالكين عرفوه بأنوار التوجه، أنوار إيه؟ المجاهدة. يبقى في أنوار مواجهة وأنوار توجه. أنت في سفرك إلى الله، طول ما أنت مسافر ربنا عامل لك شوية أنوار كده تدلك على إنك ما زلت في الطريق السليم، اللي هي الأنوار اللي بتحدث في القلوب بمجاهدة الله، بالصيام، بتلاوة القرآن، بالذكر، بالشفقة على اليتيم، بقضاء حوائج المسلمين، بحب النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، حب الصالحين، مجالسة الأولياء، كثرة الصلاة، سهر الليالي مع الله. كل الحاجات دي تعمل أنوار في القلب اسمها أنوار التوجه. اهتدى الراحلون إليه السائرون إلى الله السالكين إليه بأنوار التوجه، اللي هي الناتجة عن العبادات والمجاهدات والمكابدات. والواصلون لهم أنوار المواجهة، أول ما يوصلوا بقى أنوار المواجهة أقوى من أنوار التوجه. سيم؟ والواصلون لهم أنوار المواجهة، فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم. يبقى الأول العابد ده السالك ده قاعد بيعبد ربه وأمل الأنوار إنها تضيء في قلبه تشرق له قلبه، أما الواصلون الأنوار لهم. فهم؟ الأولاني أقصى أمل الأنوار والتاني الأنوار بتاعته. فهمت المسألة؟ فالأولون اللي هم السائرون السالكون للأنوار، أي يعبدون الله والله سبحانه وتعالى يتألفهم بالأنوار. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فربنا يتصدق عليهم لأنهم فقراء إلى الله ومساكين إلى الله في الطريق إليه، فالله يتصدق عليهم بالأنوار. الصدقة تبقى مين؟ للفقير. لكن الغني ما ياخدش الصدقة. الغني ده اللي هو إيه؟ دخل بقى إيه؟ في الأنوار. فالغني مش محتاج صدقات خلاص، بل هو اللي بينفق. انما الفقير محتاج اللي ينفق عليه، فالفقير محتاج لمن ينفق عليه، محتاج للصدقة، من قدر عليه رزقه، لانه يسير مع الدليل. اما السائر مع المستدل عليه وهو الله مقصود الكل، ده هو ده الغني بقى، لينفق ذو سعة من سعته.
فالأولون للأنوار أنوار التوجه، وهؤلاء الأنوار لهم لأنوار المواجهة، لأنهم لله لا لشيء دونه، دول لله بس مش لحاجة تانية، دول بيعبدوا الله لله بس، فلا يجدوا إلا الله، فغابوا عن كل شيء حتى عن أنوار التوجه بأنوار المواجهة، لأن همتهم عليه لعلو همته، واضح؟ لأنهم لله لا لشيء دونه. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اللي خوضهم يلعبون مين؟ اللي في أنوار التوجه. إنما اللي وصل خلاص بقى تلاقيه استقر وتمكن وأصبح من أهل التمكين والمعرفة. وكده انتهينا من الباب الثاني اللي هي باب آداب الحضرة. ثم بعد ذلك يدخل في الباب الثالث اللي هو باب التخلية والتحلية. الباب الثالث من الحكم، يبقى أول باب في الحكم كان باب كيفية الوصول إلى الحضرة، إلى الحضور مع الله. فإذا حضرت مع الله كنت في الحضرة، ففي آداب تراعيها وأنت مع الله، ذكرها في الباب الثاني. ثم بعد ذلك ذكر في الباب الثالث التحلية والتخلية، كيفية انك انت بقى ايه تسلك هذا الطريق. لان بعد ما قريت انت طبعا الباب الاول والباب الثاني قلت انا فين في وسط الناس دي يا عمي، ده انا ما دقتش حاجة خالص، ده انا غلبان غلب، ده انا مش لاقي اللبن. يوم يبتدي يقول لك ازاي بقى تبقى من هؤلاء الناس، يوم يجيب لك الطريقة، مرضاش يجيبها لك الاول، هو الاول وصف لك حال الناس المتقدمين وآدابهم مع الله. فلما علمت هذه الآداب وعرفتها تمنيت أن تكون منهم، فجاء الباب الثالث ليدلك كيف تكون منه. هو ده الباب الثالث. كل اللي فات ده احنا قاعدين بنحمس همتك وهمتنا عشان نقول ازاي بقى احنا نعمل زيهم. هو ده بقى في الباب الثالث ان شاء الله غدا بإذن الله. مسلسلات. سبحانك اللهم وبحمدك.